أهلا بكم لا تزال عملية القصف تتصاعد في غزة حيث استهدفت غارة إسرائيلية أرضا زراعية شرق خان يونس فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مقاتلة هجمت أربعة مواقع أخرى في القطاع أيضا دوت سفرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة والقدس التي سقط بمحيطها صاروخان التصعيد العسكري يوازيه استمرار جهود الوساطه المصريه من اجل التهدئه وذلك بعد ان وصل وفد امني من القاهره الى تل ابيب امس ووفد من الجهاد الى مصر واكدت المصادر المطلعه على المحادثات ان الجانب المصري يسعى لتثبيت الهدنه خلال 48 ساعه. لتفاصيل الان معنا مباشره من غزه مراسل المشهد محمد بعلوشه اهلا بك محمد اذا تتواصل الغارات الاسرائيليه علي غزه اولا يعني ما مدي صحه انها توقفت جزئيا ليله امس وما هي المواقع التي تم استهدافها اليوم رامي الحدث الابرز خلال عمليات او استهدافات الجيش الاسرائيلي اغتيال مسؤول سرايا القدس الجناح المسلح لحركه الجهاد الاسلامي بالاضافه لعدد اخر من مرافقيه هذه العمليه التي استهدفت شقه سكنيه في منطقه النصر ونتج عنها ايضا وصول عدد اخر من الاصابات الى مستشفى دار الشفاء بمدينه غزه هذه الغارات التي لربما خلال الخمس ساعات الماضيه رامي جاءت بعد بعد اثنتي عشره ساعه من حاله الهدوء كما تفضلت هذه الحاله كان يؤمل منها فلسطينيا ان يتم التوصل الى حاله التهدئه مع تواتر الانباء اثناءها عن تواصل المحادثات وتواصل الوسيط المصري في المحادثات مع الفصائل الفلسطينيه والحكومه الاسرائيليه ولكن اطلاق سرايا القدس لصاروخ تجاه ضواحي القدس هذا الامر على ما يبدو فاقم ويعني اشار بشكل واضح ان جهود التهدئه فشلت في التوصل لحاله الهدوء المتزامن سواء في المناطق الاسرائيليه او في قطاع غزه، حتى هذه اللحظه رامي احاطه وزاره الصحه افادت بان 33 فلسطينيا قتلوا خلال الاربع ايام الاربعه ايام الماضيه اثر استمرار التصعيد العسكري في غزه واصابه ما لا يقل عن 120 فلسطينيا عدد منهم حالاتهم وصفت بالخطيره لربما مع الساعات القادمه ومع في ظل التهديد من قبل سرايا القدس نعم لطبعاً مدن الاسرائيليه والمستوطنات الاسرائيليه بتوجيه ضربات كثيفه جدا خلال نعم. الساعات القادمه وهذا بناء على ذلك نشرته يعني. من خلال نعم. رساله مصوره قالت نعم عذرا على المقاطعه نعم، محمد يعني رامي. بناء على تلك المعلومات يعني ما المعلومات المتوفره حول الضربات او الصواريخ التي انطلقت من غزه يعني؟ تتصاعد وتتفاوت حدتها من ساعه الى اخرى رامي الحديث عن اطلاق رشقات يعني كبيره جدا على المدن والمستوطنات الاسرائيليه وفق ما نستمع ويعني تصدي القبة الحديدية يظهر الامر بان الرشقات التي تعتمد عليها الفصائل في هذه اللحظة تحاول الوصول الى مديات ابعد من غلاف غزة او المدن والمستوطنات المحيطة بغزة وذلك يعني بهدف ارسال رسائل للجيش الاسرائيلي في محاولة طبعا للحوار بالنار ان صح التعبير هنا طوال الاربع امتدادا لاربعه ايام من يعني التصعيد العسكري المتبادل سواء من اطلاق الرشقات الصاروخيه والتهديد بمديات اوسع يعني كلما زادت الايام كلما زادت الفصائل الفلسطينيه المسلحه من تهديداتها بتوسيع دائره النار لتشمل ما ابعد من تل ابيب وهذا الامر طبعا سيكون مثار تصعيد كبير جدا اذا ما تم ونفذت واضح. الفصائل الفلسطينيه المسلحه خلال الساعات القادمه تهديداتها نعم شكرا جزيلا لك محمد على كل هذه المعطيات والتفاصيل اذا كان معنا مباشره من غزه مراسل المشهد محمد بعلوشة عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورة امنيه مع وزير الدفاع الاسرائيلي ورئيس الموساد واكد خلالها على ان الحمله العسكريه الاسرائيليه على قطاع غزه مستمره فيما قررت اسرائيل تمديد حاله الطوارئ في المناطق المجاوره لقطاع غزه حتى يوم غد ولاكثر تفاصيل الان معنا مباشره من القدس مراسله المشهد احلام عثمان اهلا بك احلام اذا طالما ان العناوين يعني هذا الصباح احلام كانت تتحدث عن ان سفارات الانذار كانت تدوي في القدس يعني في اي مناطق بالتحديد يعني حصل ذلك يعني. وهل صحيح يعني هي كان ذلك لاول مره منذ بدايه هذه المواجهه؟ يعني. صحيح كانت هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفرات الإنذار في المناطق المجاورة لمدينة القدس نتحدث هنا على المناطق الواقعة ما بين مدينة القدس ومدينة الخليل فيما يعرف بجبال الخليل تحديدا في المجمعات الاستيطانية تحت مسمى جوش عتسيون وتحديدا كان هناك سقوط لصواريخ في منطقة بتار عليت تحديدا في هذه المستوطنة هذه المنطقة التي تبعد تقريبا 80 كيلو متر عن منطقة قطاع غزة وعلى ما يبدو بأن هناك استخدام نوعي للصواريخ وللمرة الثانية تستخدمها حركة الجهاد الإسلامي وفق المصادر الإسرائيلية ونتيجة لهذه الصواريخ التي تم اطلاقها كانت هناك اعتراض من قبل قبة القبة الحديدية وكذلك ايضا من قبل مقلاع داوود هذا المقلاع الذي يستخدم للمرة الثانية في اعتراض الصواريخ مثل هذه التي تأتي من قطاع غزة هذا ما كان في ساعات الصباح ومبدئيا قبل قرابة الخمسة دقائق عادت صفرات الإنذار دار لتدوي في مناطق نعم. غلاف غزة نتحدث هنا عن منطقة إزديروت وكذلك في عسقلان وتحديداً في المنطقة الصناعية الجنوبية نعم. على ما يبدو على هناك سقوط لصاروخان إحداهما كان على مبنى في إزديروت وهناك تحذيرات إسرائيلية للمواطنين من أنه سوف لربما سوف يكون هناك إطلاق صواريخ بعيدة المدى سوف تصل م. لمناطق لم تكون موجودة على نعم, حتى نعم هذه وفي هذا السياق نعم احلام يعني كيف هي التصريحات الرسميه ربما المصره علي مواصله الجبهات يعني كيف عبرت الجهات الرسميه عن ذلك ويعني ايضا هناك حديث يعني عن تعدد الجبهات يعني كيف يتم التداول في ذلك فيما يتعلق الأوامر العسكرية والأمنية وتحديدا بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال قيادي في المسؤول عن ملف العمليات في حركة الجهاد الإسلامي وتحت إشراف مباشر من قبل رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هيرتسي هاليفي من غرفة عمليات الاستخبارات في الجنوب يوعظ الجيش الإسرائيلي باستمرار عمليات الاغتيال ومع تصعيد وتكثيف ايضا للضربات الجويه من قبل السلاح الجو الاسرائيلي على حد تعبيرهم وفيما يتعلق بتعدد الجبهات يبدو على ان هذا الامر مبكرا جدا ولربما ايضا غير مطروح على الطاوله حتى هذه الاثناء اسرائيل غير معنيه بتوسيع الدائره لتصل الى جبهات متعدده، هي كانت واضح. معنيه في البدايه بان تكون هذه الجوله في تصفيه بعض القيادات ولكن اليوم هناك محاوله للتهدئه وليس للذهاب الى ابعد من ذلك وتوسيع هذه الجبهات لتصل الى جبهات ان كان في شمال البلاد مع لبنان او مع سوريا وايضا في الضفه الغربيه. نعم، شكرا جزيلا لك احلام على كل هذه المعطيات والتفاصيل فصيل إذن كانت معنا مباشرة من القدس مراسلة المشهد أحلام عثمان